وهذا سائل يقول: أديت العمرة عن نفسي وأريد أن أقوم بعمرة لأبي، فهل أجلس في مكة 3 أيام ثم أقوم بعمرة لأبي أم في اليوم الثاني؟ لا مانع من أنك تخرج إلى الحل وتحرم بعمرة لأبيك، ولكن تقارب العمر في وقت في زمن متقارب ليس من المستحسن، فأحسن إذا جيت مرة ثانية إلى مكة تأخذ عمرة لأبيك المرة الثانية إذا قدمت إلى مكة إن شاء الله، هذا أحسن. وإن فعلت هذا وخرجت وجبت عمرة هذا جائز، لكنه ما مثل العمرة التي تأتي بها من بلدك. نعم.